خطة كويتية قادمة لتحويل البلاد إلى مركز مالي إسلامي، والبنوك التقليدية تسابق الزمن لتغيير خدماتها لترضي العملاء المسلمين، وذلك قبل أن تخرج من اللعبة المالية التي وضع أساساتها أباطرة الرأسمالية. البنوك الإسلامية الكويتية، لماذا نجحت أكثر من غيرها؟ بنوك أقامتها الكويت لمحاربة المرابة أصبحت اليوم مثالاً يحتذى به، تحاول الدول تقليده في تعاملاتها المالية. وقبل أن نعرف كيف ستصبح الكويت مركزاً مالياً إسلامياً، دعونا نحكي لكم تاريخ البنوك الإسلامية والفروقات الجوهرية بينها وبين البنوك الرأسمالية. نشأت عملية الصيرفة الإسلامية منذ قيام الدولة الإسلامية، وبدأت تزدهر هذه العمليات مع تطور الأسواق وتزايد حجم التجارة، فظهرت أدوات مالية جديدة مثل الوديعة والمضاربة والقرض الحسن. وفي العصر الحديث ظهرت البنوك الإسلامية لأول مرة في مصر عام 1963، وعلى الرغم من فشل هذه التجربة إلا أنها فتحت الباب لتكرار التجربة في جميع الدول العربية على فترات متعاقبة. شهدت الكويت تأسيس أول بنك إسلامي لها في عام 1977، وهو بنك بيت التمويل الكويتي، الذي أصبح اليوم من البنوك الرائدة على مستوى الكويت والعالم. يوجد حالياً في الكويت 10 بنوك رئيسية، 5 تقليدية و5 إسلامية، بالإضافة إلى عدد من فروع لبنوك أجنبية تقليدية. وهناك عدد كبير من الشركات المختصة في مجالات التمويل والعقارات والمال، جميعها يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية. أبرز هذه البنوك بنك بوبيان الذي تأسس عام 2004 وحاز على عدة جوائز مصرفية محلية وعالمية. أما البنوك المتبقية والتي أيضاً لا تقل أهمية عن بنك بوبيان هو بنك بيت التمويل الكويتي، والبنك الكويتي الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك وربة، وهو أحدث هذه البنوك، تأسس عام 2009. أما عن أكبر هذه البنوك فقد أدى اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد في عام 2022 إلى إنشاء واحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم، وأدى ذلك إلى نمو أصول المصرفية الإسلامية الكويتية بنسبة 25% على أساس سنوي، وزيادة حصتها إلى 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي. البنوك الإسلامية والتقليدية. حازت البنوك الإسلامية على اهتمام كبير بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، لتظهر دعوات كثيرة لإنشاء اقتصاد إسلامي جديد بعيداً عن الرأسمالية. ليصل حجم سوق البنوك الإسلامية في عام 2023 إلى 3.7 تريليون دولار، وساعد اهتمام الناس على انتشار البنوك الإسلامية، ذلك خوفاً من استخدام أموالهم في البنوك التقليدية في مشاريع تخالف تعاليم الإسلام. لتقوم البنوك الإسلامية على أساس تصحيح ما جاء في البنوك التقليدية من مخالفات شرعية أهمها الربا. وأكثر ما يميز البنوك الإسلامية عن التقليدية هو التزام الأولى بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات. وتقدم المصارف الإسلامية مجموعة من الأنشطة والخدمات، أبرزها القرض الحسن وصندوق الزكاة. وبينما يتعامل البنك الإسلامي مع أموال المودعين تحت بند شرعي وهو المضاربة، حيث يقوم بأخذ أموالهم ويضارب فيها، أي يتاجر، ثم يقتسم الربح بينهم وبين المودع. يقوم البنك التقليدي بأخذ أموال العملاء مقابل فائدة، كما يستعمل البنك الإسلامي أموال المودعين في مشاريع وفق مقاصد الشريعة. أما البنك التقليدي فهو مجرد وسيط بين المودع والمستثمر. مركز مالي إسلامي. منذ إنشاء البنوك الإسلامية الكويتية كانت تلك البنوك تمارس رقابة ذاتية للحكم على أنشطتها، ما إذا كانت ملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية أم لا. أوجدت هذه الطبيعة تنوعاً في الآراء والأحكام،
لتقوم الكويت مؤخراً بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على البنك المركزي. تتألف الهيئة من 4 أشخاص يملكون خبرة ومعرفة كافية في التعاملات المصرفية الإسلامية. تقوم الهيئة بتقديم المشورة وإبداء الرأي في المعاملات المالية التي يقوم بها البنك المركزي. وتتولى الهيئة أيضاً مهمة تقديم الإرشادات الشرعية للخدمات التي تقدمها البنوك. وفي 18 يوليو من هذا العام أقر مجلس الأمة الكويتي بدراسة تحويل الكويت لمركز مالي إسلامي بهدف تميز الكويت في هذا المجال عن باقي المؤسسات الإسلامية المنتشرة في العالم. وتحاول البلاد في سعيها للحصول على هذا المركز استقطاب شخصيات عالمية مالية للاستفادة من خبراتها. ولتحقيق هذه النجاحات يجب على الكويت أن تجذب الاستثمارات والشركات العالمية، وذلك من خلال توفير رأس المال والخبرات اللازمة وانخفاض تكاليف المعاملات. وهذا ما تسعى الكويت لتوفيره في الفترة المقبلة خلال رؤيتها لعام 2035، ذلك من خلال إنشاء مدن اقتصادية على مساحات كبيرة. أهم هذه المدن منطقة العبد الاقتصادية التي تبعد عن مدينة الكويت مسافة 90 كيلومتر، حيث ستكون المدينة أشبه بمركز تجاري للصناعات المختلفة، وتضم مرافق متنوعة لتلبية كافة النشاطات الاقتصادية والتجارية، وتوفر نحو 22,000 وحدة سكنية. وهناك أيضاً منطقة النعايم الاقتصادية على مساحة 6 كيلومترات مربعة، حيث ستكون المدينة مركزاً لتكنولوجيا الطاقة المتجددة. أما منطقة الوفرة الاقتصادية التي تقع جنوب الكويت ستكون بمثابة قاعدة داعمة للمستثمرين لاحتضان الشركات المبتكرة والناشئة. ويبقى المشروع الأضخم على مستوى الكويت وحتى العالم هو مدينة الحرير التي تعتبر منافساً قوياً لمدينة نيوم السعودية، حيث ستكلف المدينة أكثر من 130 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز الاقتصاد الكويتي من خلال استثمارات ستجذبها طبيعة مدينة الحرير الاقتصادية، خاصة كونها ستوفر حوالي 450,000 فرصة عمل جديدة. يتم تشييد المدينة على مساحة إجمالية قدرها 250 كيلومترا مربعا، ومن المخطط أن يتم بناء المدينة على مراحل فردية على أن يتم الانتهاء منها في غضون 25 عاماً. وتضم المدينة برج مبارك الكبير، والذي يعد واحداً من أهم المعالم الرئيسية. يبلغ ارتفاع البرج 1000 متر ومتر. تم اختيار هذا الارتفاع بالتحديد ليحاكي الحكايات العربية الشعبية 1000 ليلة وليلة. يتكون البرج من 234 طابقاً تتسع ل7,000 شخص. هذه بعض المشاريع التي تنوي الكويت إنشاءها ضمن رؤيتها لعام 2035، وذلك لدعم رؤيتها الأكبر لتصبح مركزاً مالياً إسلامياً رائداً على مستوى العالم.